مشاهدينا صباح الخير عليكم واهلا بيكم اسبوع جديد من اسابيع برنامجنا بيتنا احلى. الحقيقه اللي بيحصل دلوقتي كان له مقدمات. لما قلنا ان اللي بيعمله السيسي واعوانه هو خدمه للصهاينه، بعض الناس قالت مفيش دليل على ده. لما قلنا ان الداعم الاول والاكبر للسيسي هو الصهاينه، قلته هو عشان انقلب على الرئيس محمد مرسي فلازم طبعا تقولوا كده. والايام جت عشان تثبت ان كل اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت كان تمهيد عشان المشهد اللي انتوا شفتوه من ايام، مشهد العار، مشهد صفقة القرن اللي اتحط السيسي في الحكم عشان يمهد له ويمنع اي حد في مصر انه يعترض عليه. مصر اللي قال رئيسها المنتخب الراحل الشهيد الدكتور محمد مرسي لن نترك غزة وحدها. إعلام العسكر النهاردة بيروجوا لصفقة القرن وكأنها انتصار ما بعده انتصار. لما طلعوا قسموا بلادنا على الهوى بمنتهى البجاحة، ما كانش العيب فيهم، العيب فينا إحنا اللي وصلنا لمرحلة إن أعدائنا ما بقوش بيعملوا مؤامرات علينا في الضلمة، لأ دول بقوا بيقسموا بلادنا عيني عينك كده. ترامب ونتنياهو ما عملوش ده في أوضة مقفولة ولا خلف الكاميرات، لأ ده قدام العالم كله وكأنهم بيتكلموا عن عزبة كده صغيرة في أمريكا لوحدها. نسيوا إن في 1.5 مليار مسلم بيتفرج عليهم على الهوى. بس الواضح إن ما بقاش لنا وزن. المشكلة للأسف الشديد ما بقتش فينا على قد المشكلة في الخونة اللي بيحكمونا وسلمونا للصهاينة تسليم أهالي ووجهوا سلاح جيوشنا علينا. وإسرائيل بالنسبة لهم بقت صديق والعدو هو معارضين السيسي وأهل سينا وأهل الوراق. كل العبث ده مش هيعدي، واللي فاكر إن الموضوع خلص يبقى غلطان. لسه الموضوع ما خلص، والحق هيرجع والخونة هيتحاسبوا، والقدس هنصلي فيها بإذن الله وهننتصر، والحجر والشجر هينطق مهما طال الزمن.